مرحبا بكم مطبخي مطبخ ليندا. اليوم راح اسوي لكم مره ثانيه كليتشه. يا كلكم حبيتوا الكليتشه، قلت خل اسوي لكم مره ثانيه كليتشه بطريقه اخرى. نسويها بالجوز، سهله جدا. اللي ما ملحق يسوي كليتشه خليه يسوي كليتشه هسه سريع، لما بقى يومين ثلاثه على العيد. نبدي هنا عندنا كوبين طحين، راح اضيف لهم ملعقتين صغار من السكر، ملعقتين صغار من الخميرة الفورية، خميرة يعني اي نوع خميرة، ربع كوب من الحليب الباودر، ملعقتين صغار من الهيل، ملعقة صغيرة من الفانيلا، نص ملعقة صغيرة من الملح، وملعقة صغيرة من الشومر او نسميها حبة الحلوة بالعراق مطحونة. المواد السائلة راح نضيف ربع كوب روبا او لبن رايب او زبادي، شو تقولوا له، ربع كوب، ونضيف نص كوب من الزيت، راح نخلي زيت مو زبدة هسه، سهلها عليكم فد مرة. نبدي نحرك، نبدي نضيف المي، المي دافي لازم يكون، خليناها بكاسة مدهونة، راح اخليها تختمر ويضاعف حجمها مكان دافي. الحشوة هنا عبارة عن كوبين جوز مطحون، نضيف لهم ملعقة صغيرة هيل وثلاث ملاعق كبيرة زبدة ذائبة، لأنه ما راح نستعمل التمر راح أضيف ثلاث ملاعق كبيرة من دبس التمر، كل شيء ينطي طعم طيب. تقدرون تستبدلوه بالسكر، بالنسبة للسكر راح أخلي ثلاث ملاعق كبيرة سكر عادي، والسكر حسب الرغبة شلون ما تريدون. نبدي نحرك، نضيف ثلاث ملاعق كبيرة من الماء حتى يجانس المواد مع بعض. نلبس الكفوف. العجينة عندنا اختمرت طبعا، نضاعف مقدارها، وهسه راح نبدي نفتح. يلا خلينا، العجينة كلش حلوة واختمرت زين، راح نبدي نفتحها. وساعدنا قطاعة، انتو حسب الرغبة شلون تريدوها الكبر، راح نقطعها عادي شلون ما نسوي الكليتشة عادية. نشيل الزايد، صار اسهل لنا، نريد نفتح كل العجينة هيجي. ايه هسه بدينا، راح نحشي الكليتشة شلون ما نسوي كل مرة بالحشوة مالتنا، حطوا كمية زينة هيجي. يا اما تسووها بالقالب لو مبرومة، ايه هيجي. بعد تعال برمو دقيقة، مرت اللخة برمو قالب، اريد فتشي اسهل. تعرفوا ايش راح اسوي؟ راح كلهم هيجي احشيهم واسويهم دويرات. شوفوا كلهم راح اسوي هيجي، اسهل شيء، لا قالب ولا هم يحزنون. تعرفون فكرت راح اسويها مثل خلية النحل، احطهم وحدة بصف اللخة هيجي، مو بصف الواحد لخاء، خلي مجال بيناتهم، اسهل شيء لا قالب، المهم الطعم هيجي. خلي مسافه بين وحده ووحده لين راح نخليها ترتاح بعد.
هنا انا عندي خلصت وغلفتها شويه بالنايلون، اريد فد ساعه يضاعف حجم الكليتشه. هنا اريدها تنتفخ. هسه راح احضر خليط البيض. خليط البيض عباره عن بياض بيضه وملعقه كبيره من الحليب، ملعقه كبيره من السكر، شويه رشه زعفران خفيفه تنطينا اللون الحلو. بتقدرون تستعملون بيضه كامله يصير، بس ريحه الزناخه هنا البيض شويه مو هالقد يعني. المهم راح احضرها على ما يضاعف حجم الكليتشه حتى نبدي نشتغل بيها. لازم تكون البيضه هم درجه حراره الغرفه. طبعا هنا أنا ضاعف الحجم، وهسه دا امسحها بخليط البيض قبل ما ادخلها الفرن كلها من كل الصفحات. راح ارش عليها شويه سمسم وحبه سوداء. نشوف اول شيء سمسم، بعدين اخلي حبه سوداء. حلو يطلع شكلها هيك كلها. ادخل الفرن على درجه حراره 450 فهرنهايت، 200 مئويه بالرف الوسط، وخليتها على البيك يعني علقت العينين الفوق والجوا. هسه راح ادخلها. شلون اللون كلش اخذت لون حلو، بس اني راح شويه ادهنها بالزبده مذابه تنطينا لمعه حلوه للكليتشه وطراوه كلها. شلون طلعت الكليتشه؟ قولوا مو سهله، قولوا شلون تزين زينا مع العيد. زين كلش حلوه وسهله، اخذت لها 25 دقيقه بالفرن بس. اللون حلو، خلنا نذوق. خلنا نذوق مع شلون هشه. مطعم روعه روعه وهشه كلش. واو يعني الا قالب وبرم هاي اسهل وشكلها حلو. اوكي ان شاء الله عجبكم الفيديو، سهله جدا. اللي ما ملحق يسوي كليتشه هسه اسهل شيء يسوي هاي، نفس الطعم وبعد اطيب وكلش هشه. انتظروني فيديوهات جديده. هذا مطبخ ليندا، مع السلامه.